أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، القوات الحكومية تعتقل 7 مواطنين في محافظة ديالى. من صحيفة المدى، بغداد ترسل 317 مليار دينار إلى الإقليم لتسديد رواتب الموظفين. من موقع الكتابات، بعد فتحه النار على خامنئي، هل يرسم نجاد نهايته بيده؟ ومن موقع الجزيرة نت، فيسبوك خان الثقة، زوكربيرغ يعترف. من صحيفة العرب الجديد، العراق ارتباك أمني في كركوك واتهامات لأحزاب بمحاولة تعكير أمنها. ولدينا من صحيفة القدس العربية، الانتخابات النيابية في العراق اتهامات بشراء أصوات. وأخيرا من العناوين الحياة، أنقرة ترفض عرضا أمريكيا لاقتسام منبج. في الذكرى 15 للغزو الأمريكي للعراق، سجلت وكالة رابتلي الروسية على موقع يوتيوب للفيديوهات شهادات عدد من السجناء العراقيين السابقين في سجن أبو غريب، سيء الصيت والسمعة. السجن كما هو معروف كان تحت إشراف مباشر من قوات الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 ولغاية عام 2006. يقول الكاتب فهد الخيطان في مقال له بصحيفة الغد الأردنية: أول مرة أستمع لضحايا أبو غريب وهم يسردون قصص التعذيب الوحشي في السجن. لقد سبق أن نشرت روايات موثقة من الصحافة العالمية الأمريكية التي كان لها الفضل في الكشف عن الحقائق المروعة، كما يدور في داخل السجن من عملية تعذيب جسدي وجنسي ونفسي، لكن أن تسمعهم مباشرة شعور مختلف تماما تشعر بعده بألم لا يوصف. صور التعذيب التي تسربت من السجن انتشرت في أرجاء العالم ومثلت وصمة عار في جبين قوات الاحتلال الأمريكي التي أظهر أفرادها سيادية لا حدود لها في تعذيب واغتصاب أشخاص أبرياء وأطفال ونساء. فتحت الإدارة الأمريكية تحقيقا في الموضوع وصدرت أحكام قضائية بحق 11 عسكريا، لكن المأساة كانت أكبر من أن تغتفر أو تمحى من ذاكرة ملايين البشر. ضحايا التعذيب هم أشخاص محطمون اليوم يتذكرون تلك الأيام ولا ينسونها، فقد تركت جروحا غائرة في كرامتهم وأجسادهم وقتلت أرواحهم. الآلاف من العراقيين مروا بتجربة سجن أبو غريب، المئات منهم لقوا حتفهم تحت التعذيب، ونسبة غير قليلة خرجوا بعاهات دائمة. غزو العراق وإسقاط نظامه فتح باب الجحيم على منطقتنا منذ ذلك اليوم المشؤوم من شهر آذار لسنة 2003، صار حاضر بلدان المنطقة ومستقبلها يكتب بالدم. ويضيف الكاتب أن مأساة أبو غريب كانت اللحظة القاتلة في مسار من المحشية لم يتوقف بعد أن انطلقت الاحتجاجات الغاضبة من السلوك الأمريكي المتوحش في كل مكان بالعالم، لكن في العراق وحولها حصل ما هو أفظع بكثير. لقد ولدت ثقافة التوحش أيضا بعد أن هزت صور أبو غريب المروعة الروح من أعماقها، إذ تفيد الدراسات أن من بين قيادات القاعدة وداعش في العراق أشخاص قضوا فترات في سجن أبو غريب وتعرضوا لأبشع الانتهاكات لإنسانيتهم، وآخرين شهدوا اغتصاب ذويهم هناك أو تلقوا الشهادات من المعتقل الرهيب عما تعرض أو ما تعرض له أفراد من أسرهم. بعد 15 عاما من الاحتلال، ما العمل؟ هكذا تتساءل الكاتبة هفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي، مضيفة أن الرغبة كبيرة بنسيان غزو واحتلال العراق من قبل العديد من الدول تتحكم بها عوامل عدة، لعل أهمها هو اشتراك الدول المعنية بالغزو العسكري عام 2003،
وما سبقه من تهيئة الرأي العام في بلدان الغزو بشكل منهجي منظم لقبول فكرة احتلال العراق كمشروع إنساني نبيل. باتت هذه الرغبة بمرور الوقت واقعا تضخم ليمتد إلى نسيان الشعب مهما كانت معاناته كارثية واضحة، بل أصبح دفعه إلى زاوية مظلمة في الذاكرة الجماعية، ضرورة تتزايد بشكل طردي مع الظهور التدريجي للحقيقة حول دوافع الغزو ولا شرعيته وانفضاح الأكاذيب التي رافقته من حيازة العراق أسلحة دمار شامل وتهديد بريطانيا بالفناء خلال 45 دقيقة بحسب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. قدمت أجهزة الإعلام الغربية في الفترة السابقة للغزو في حملة مكثفة لتبريره ولاستقطاب الرضا الشعبي جرعات يومية من المعلومات الكاذبة تراوحت في نوعية صياغتها ما بين التضليلي الشعبوي بألسنة الساسة الغربيين والتضليلي الداعي إلى التدخل الإنساني بألسنة العراقيين الموالين للغزو والتضليلي المبتذل بألسنة أصدقائهم الموعودين بصفقات النفط والإعمار. بدا من الواضح خلال 15 عاما الأخيرة أن أسباب تنامي الرغبة بنسيان العراق بلداً وشعباً لا تعود كما يشاع إلى انشغال العالم بمآس متعددة إضافية في سوريا واليمن وليبيا، بل هي محاولة الأنظمة الإمبريالية طمر فشلها في إخضاع الشعب وجعله منصة انطلاق لغزو بلدان أخرى. وإن دفع الشعب ثمناً باهظاً جراء سياسة فرق تسد وتحويل البلد إلى ساحة للصراع المستدام بتعقيداته الإقليمية من جهة والمحلية الطائفية الميليشياوية من جهة أخرى. تضيف الكاتبة: تستدعي هذه الصورة المعقدة المغموسة بالفساد المهددة للوطنية وفي هذه المرحلة الشائكة التي يراها البعض من أكثر المراحل التي عشناها خطورة على بلدنا وشعبنا، ومع تسرب روح الإحباط والإنهاك بعد سنوات طويلة من الصمود والمقاومة منذ التسعينات، التوقف للتساؤل عما يتوجب علينا عمله نحن الذين لم نغادر الوطن رغم كوننا مقيمين خارجه، توثيق عدد الضحايا واحدة من المسؤوليات التي يتوجب علينا نحن المقيمين بالخارج الذين لا يتعرضون للمخاطر اليومية كما المواطنين بالداخل، القيام بهذا الموضوع لئلا يتحول مفهوم العدالة إلى مزحة سمجة يتبادلها القتلة. بعد 3 دورات برلمانية مارس خلالها العراقيون انتخابات يفترض أنها اختلفت عن انتخابات حزب البعث ومن سبقه من حكم بلاد الرافدين، أنتجت لنا دولة تم تصنيفها من ناحية اللصوصية أنها دولة فاسدة بامتياز بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 لمنظمة الشفافية الدولية، الذي أظهر أن 5 بلدان عربية هي الأكثر فسادا في العالم، وهي العراق، الصومال، سوريا، اليمن، السودان. والأكثر فسادا تعني أن غالبية مؤسسات الدولة وسلطاتها 3 ينخر فيها الفساد، وخاصة الفساد المالي الذي ينتجه فساد التربية أو ينتجه فساد التربية والأخلاق، بمعنى أن الذين أنتجوا السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الوزراء والجمهورية هم منبع هذا الفساد بحسب الكاتب كفاح محمود كريم في صحيفة إيلاف. الغريب أن كل شرائح الشعب تتهم البرلمان وأعضاءه وأحزابه وسلطاته التي أنتجها باللصوصية، ورغم ذلك وبعد أسابيع قليلة يبدأ ماراثون الانتخابات العراقية 4 بمشاركة الآلاف من مرشحي الأحزاب والمستقلين والعشائر والأديان والمذاهب والتكتلات والشركات للوصول إلى مجلس إدارة بنك البرلمان العراقي في بلاد تغص بالفساد والمفسدين وتشتت الانتماء وتمزق أنسجة المواطنة لحساب دشاديش العشائر والمذاهب. تتبارى فيها منذ الآن جوقات وجروبات جديدة من أحدث موديلات مساحي الجوخ الانتهازيين والمتملقين جامعي أموال الرشاوي والسحت الحرام بالتعاون مع بعض المسؤولين المتمرسين بالفساد والإفساد من أجل تولي مناصب المشهد السياسي القادم بدعم من مفاصل مهمة في الحكومة وغيرها ممن يمتلكون مفاتيح السلطة والمال.
إنما يجري الآن يدفع إلى الرأي العام أسئلة مريرة تدور دوما حول خيارات الناخب وقراراته أو قراءاته لحقيقة ما يحدث ومنذ 2005 مقارنة مع واقع الحال اليوم، ووعود أولئك الذين منحهم صوته على أنغام التدليس والرشاوة وولائم السحت الحرام، واكتشف أنهم أصلا بحاجة ماسة إلى تأهيل تربوي واجتماعي وأخلاقي. أسئلة تتعلق بشخص الناخب وتأهيله وسلوكه وثقافته، وهل هو فعلا بمستوى اختيار الأفضل لخدمة البلاد وتمثيل الشعب في البرلمان، ولذلك لا أمل منظور في أي نتيجة مختلفة عما سبق منذ 2005 ولغاية اليوم، إلا اللهم مزيدا من الفساد ومزيدا من أفواج السراق وأجيال مطورة من الدكتاتوريين الجدد كما يقول الكاتب. تشهد مدينة كركوك مركز محافظة التأميم العراقية ارتباكا أمنيا ملحوظا في وقت استطاع فيه تنظيم داعش أخيرا تنفيذ أعمال عنف فيها، وبينما تتهم جهات من التحالف الوطني حزب رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البرزاني بتلك الهجمات، يعد الحزب ذلك محاولة لخلط الأوراق في المحافظة. وسجلت المحافظة خلال الفترة الأخيرة هجمات عدة استهدفت مدنيين وعسكريين في المحافظة وأطرافها بسبب وقوع أو تسببت بوقوع قتلى وجرحى بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. وقال مسؤول محلي في المحافظة للعرب الجديد إن تنظيم داعش استطاع أن يعيد نشاطه خلال الفترة الأخيرة ببعض مناطق وأطراف كركوك، مبينا أن التنظيم نفذ عدة هجمات أوقعت قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين. وتحاول جهات سياسية في التحالف الوطني الحاكم إلقاء الكرة في ملعب الجانب الكردي وتحديدا في جانب حزب البرزاني، متهمة إياه بالسعي لإرباك المناطق المتنازع عليها ومنها مناطق كركوك. وقال عضو لجنة الأمن البرلماني النائب اسكندر وتوت في تصريح صحفي إن البرزاني يحتفظ بأكثر من 5000 عنصر من داعش ولم يسلمهم إلى بغداد حتى الآن عدا القليل منهم، مبينا أن البرزاني يسعى لاستخدام هؤلاء الإرهابيين كورقة ضغط ضد الحكومة الاتحادية. وأضاف أن هناك صمتا من قبل الحكومة المركزية تجاه هذا الملف، متوقعا شن هجمات إرهابية جديدة من قبل القوات الكردية وعناصر داعش المعتقلين في أربيل على المناطق المتنازع عليها لأجل زعزعة الأمن فيها. ينتقد الكرد تلك الاتهامات معتبرين إياها محاولة لخلط الأوراق في المحافظة لتحقيق مكاسب سياسية. وقال القيادي في حزب البرزاني حسن الجاف للعربي الجديد إن قيادات في التحالف الوطني تسعى لخلط الأوراق في كركوك من خلال تلك الاتهامات لأجل تحقيق مكاسب سياسية ومنع التقرب الكردي مع حكومة بغداد. وأكد أن الكرد لا يتعاونون مع داعش بل هم من قاتل داعش وهزمه كما يقول الكاتب. كتب السياسي الروسي سيرجي كاراغنوف في موقع الجزيرة نت: لم تكن التوترات المتصاعدة بين بريطانيا وروسيا سوى دليل إضافي على أن العلاقة بين روسيا والغرب، وفقا للخبير المخضرم ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية، دخلت حالة يمكن اعتبارها حربا باردة ثانية، وأنا أميل إلى الاختلاف معه في هذا الرأي. صحيح أن علاقات روسيا مع الولايات المتحدة والآن مع بريطانيا أيضا أصبحت أسوأ مما كانت عليه في الخمسينات من القرن العشرين، وأصبح احتمال الصراع المباشر أعلى من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 كما يقول الكاتب. ونظراً للتعقيد الذي تتسم به الأسلحة النووية الاستراتيجية والأنظمة المصممة لتحييدها اليوم، لا يستطيع المرء أن يستبعد احتمال استفزاز التصعيد بسبب تصرف جهات ما على أي من الجانبين أو طرف ثالث. وما يزيد الطين بلة هو أن الاتصالات بين قادة الولايات المتحدة وروسيا منقطعة بسبب الافتقار إلى الثقة على الجانبين، فبين الأمريكيين تقترب المشاعر تجاه روسيا من الكراهية، وينظر كثيرون في روسيا الآن إلى الأمريكيين بازدراء. ورغم أن سيكولوجية العلاقات الثنائية بين أمريكا وروسيا أسوأ حقا مما كانت عليه أثناء الحرب الباردة، فإن هذا لا يعني أن التوترات اليوم ترقى إلى استئناف للحرب الباردة،
فمثل هذه المواجهة تتطلب توفر المكون الأيديولوجي الذي يغيب تماما على الجانب الروسي، والواقع أيضا أن روسيا ليست لديها النية لشن حرب باردة أخرى. رغم أن درجة ما من المواجهة مع الولايات المتحدة ستساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توحيد الرأي العام وتصقل أوراق الاعتماد القومية للنخب الروسية، فإن روسيا ليست دولة تحركها دوافع أيديولوجية، فكل ما لديها من أيديولوجية يستند إلى الثقافة والحضارة الروسية، وهي غير مهتمة بتصديرها، والكرملين لا يفضل في الحقيقة الأمر التبشير بالنيابة عن روسيا. قامت حالة المواجهة والصراع الحربي في حلب والغوطة من بعد وفي كثير من المدن السورية في المرحلة الأخيرة على وضعية تتمركز خلالها قوة شعبية مقاومة غير نظامية داخل المدينة ووسط السكان، لتخوض حرب المدن في مواجهة قوة جيش نظامي مهاجم، غير أن النتائج اختلفت الآن أو في المرحلة الأخيرة، فيما نجحت القوة غير النظامية الثوار في هزيمة الجيش النظامي أو قوة الأسد، بما وسع رقعة سيطرة المعارضة إلى درجة اقتراب النظام من الهزيمة. الأمر اختلف في المعركة الأخيرة أو في المعارك الأخيرة، إذ تمكنت قوات النظام وحلفاؤها الروس والإيرانيون كذلك من السيطرة على المدن واحدة تلو الأخرى، بحسب الكاتب طلعت رميح في موقع الهيئة، وهذا يقتضي تغيير قواعد المواجهة والمقاومة. هذا التغيير يستدعي فهما لهذا التحول والتغيير، خاصة وأن هذا النمط من المعارك هو ذاته ما شهده العراق كثيرا، سواء في مواجهة قوات الاحتلال الأمريكي أو خلال مواجهة قوات المالكي أو خلال المراحل الأخيرة. وبمراجعة تاريخية بسيطة يمكن القول بأن ما كان مستقرا من قبل في استراتيجيات الحروب غير النظامية، وأن الجيوش النظامية كانت تخشى دوماً أن تدخل مثل تلك المعارك وتعتبرها من أعقد أنواع المعارك بحكم طبيعة تسليحها وتدريبها من جهة، وبحكم العوائق الكبرى في داخل المدن التي تمكن المقاوم للاقتحام من الاحتماء بها ونصب الكمائن للقوات المهاجمة وهزيمتها في نهاية المطاف. كان للتدخل العسكري الروسي دوراً حاسماً في قلب توازنات القوة لمصلحة القوة المهاجمة على حساب القوة المدافعة، حيث أدخلت روسيا طيرانها المتقدم بشتى أنواعه بما في ذلك طائرات الجيل الرابع الروسية في تلك المعارك، بما وفر للجيش المهاجم عوامل قوة تدميرية. ويمكن القول إن استخدام ذخائر تحدث تدميرا هائلا في العمارات السكنية وتصل إلى المخابئ ومغارات الاختباء كالصواريخ المجنحة والقنابل الارتجاجية والفراغية قد أثر على قدرة القوات المدافعة وعلى المدنيين واستمرار بقائهم في المدن التي تشهد المعارك، كما يقول الكاتب. قال تقرير بريطاني حديث إنه خلال 10 سنوات قد يصبح متاحاً التطعيم ضد مرض الزهايمر لكل شخص فوق سن 50، لكنه سيكلف خدمات الصحة الوطنية 9 مليارات جنيه استرليني، أي ما يعادل 12 مليار دولار. وصدر التقرير بتكليف من معهد أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، ووجد أن العقاقير اللازمة لوقوف أو إبطاء عكس مرض الزهايمر يمكن أن تكون متاحة في أقل من 3 سنوات مع توافر برامج التطعيم في غضون عقد من الزمن. الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر هو حالة شائعة تصيب العين، وهي سبب رئيسي لفقدان البصر بين الأشخاص الذين يبلغون 50 عاما أو أكثر. هذا وتمكن علماء في بريطانيا من علاج شخصين مصابين بالضمور البقعي المرتبط بالعمر الذي يؤدي إلى العمى، وذلك عبر الخلايا الجذعية. أجريت هذه العملية عن طريق مشروع لندن لعلاج المكفوفين، وبتعاون بين البروفيسور بيت كوفي من جامعة كوليدج لندن والبروفيسور ليندون داكروز، وهو جراح لشبكية العين في مستشفى مورفيلز للعيون. ويعتقد العلماء أن العلاج التجريبي هذا يمكن أن يكون متاحا في غضون 5 سنوات للمرضى. والآن نتابع الكاريكاتير.
مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.